أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بالبدعة اللغوية، وما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: هذه بدعة حسنة؟ يعني لغوية، اللغوية هي البدعة بمعنى الشيء الذي لم يسبق له نظير، هذا معنى البدعة اللغوية، الشيء الذي لم يسبق له نظير. وقول عمر من هذا القبيل، لأن التراويح ليست بدعة، التراويح فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه ليالي ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، وبقي المسلمون يصلونها جماعات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، جماعات إلى أن جمعهم عمر على إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور انتهى وهو خشية الفرضية، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع ولا فرضية. فعمر أراد البدعة اللغوية، أنه شيء ما ألفه الناس، مضى عليهم وقت، بعضهم ما حضر فعل الرسول وبعضهم نسي، فعمر يريد البدعة اللغوية لا يريد الشرعية، لأن الشرعية التراويح ليست بدعة شرعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل، وأنت تقول إذا استحسنت شيء تقول ما أبدع هذا، ما أنت بتقول كذا؟ هذا شيء بديع، ما أبدع هذا وما أحسنه. والأدباء يقولون الإبداع، إيش معنى الإبداع؟ معناه أنه يجيبون شيء جديد ما كان مسبوق من قبل، فهذه البدعة اللغوية. وأما الدين فليس فيه بدع، الدين اتباع، ليس فيه إحداث شيء. نعم.